أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الخميس 1/12/2016، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى تواجد بعض السحب على بعض المناطق الشرقية. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي من الشرق مع وجود امتداد مرتفع جوي على جنوب الدولة. تصاحب رياح شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، والطقس صحو إلى غائما جزئيا على بعض المناطق، وتزداد الرطوبة نسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غربا. ننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في الساحلية في أواخر العشرينات، أما الحرارة الداخلية في أوائل الثلاثينات، والحرارة الجبلية في أوائل العشرينات. ولنا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج، وكذلك الحال في بحر عمان، خفيف إلى متوسط الموج ومناسب للأنشطة البحرية. طقس الغد صحو إلى غائما جزئيا على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان الله.